ايه معاك هو بس تجي تاني ضربة هي مع أمير بالراحة أمير واخداك ها تقيلة طب بالراحة معك شراء أنت بالراحة بالراحة هديلها خالص هديلها خالص أمير بالراحة معلش حاول تشرقها بالراحة 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 ماشي ماشي معلش معلش بوراية طب حاول تكشف مش هتعرف بالراحة ما تجمدش ما تجمدش ما تجمدش عليها ما تجمدش تجمدش عليها ما تجمدش يا مستر جامد والله انا ساند بس معاه ساند وخلاها تترفع إيه الرفعه دي هي النقطه طف صلاه النبي صلاه النبي العده عده مستعده دي اكبر من الثانيه بسم الله ما شاء الله يا كريم يا رب بتتعافى على السمكه يا باشا لو انت انت عشان مش حنين معاها نطت المهم ضربت يلا بينا اهلا رايك يا جماعه ابن خاله خلقها يا جماعه بيحييكم من قناه من عصر حاله الراجل ده عايز لايك كويس خالص يا جماعه احلى لايك للمستر امير يلا يا مستر على عيشتك الطيبه 3 ازيكم يا شباب عاملين ايه يا رب يكون الجميع بخير يا رب يسعد صباحكم لو عندكم صباح ويسعد مساكم لو عندكم مساء النهارده ان شاء الله وباذن الله برضو في اجازتنا رايحين نقضي شويه وقت كويس كده باذن الله بحب الصيف في مزرعه نصر صبح برضو كالعاده يعني مكان جميل بصراحه وتعودنا عليه وحبيناه يعني النهارده ان شاء الله معايا ضيوف خفاف برضو مستر ابن خالي وخال عيالي الباشا احمد واسماعيل كابتن عمرو عامل ايه يا كابتن اتمنى من الله ان شاء الله برضو ان احنا نقضي يوم كويس باذن الله هنشتغل النهارده ان شاء الله برضو على البولتي وعلى البوري هنزفر للبوري وهنشتغله بعجينه البيضة اسمها عجينه صعيدي العجينه دي يا جماعه بتبقى عباره عن دقيق وميه بس مش اكتر ولا اقل ان شاء الله رايح بعربيه وان شاء الله بعجينه العلف الناس اللي بتسال على عجينه العلف ده بيبقى فيه علف ناعم كده زي علف الارانب مثلا وبيبلوه ميه وفي علف سمك برضو بيبقى ناعم كده خالص هو برضو نفسه بيبلوه ميه دي عجينه العلف بتبقى لزجه وماسكه وبتبقى معانا كويس خليكم معانا اتمنى من الله نقدم فيديو كويس ما تنسوش طبعا اللايك واللي حابب يشترك معانا يشرفنا بالاشتراك تحياتي لحضراتكم
دي يا جماعه دقيق وميه بس، دقيق وميه. طبعا ده الزفر بتاعنا عايش. الله ينور عليك يا مستر. بسم الله ما شاء الله. بالراحة. اي تعالى تعالى بيها في حتة كده في بعيد عن البؤس. بسم الله ما شاء الله. بوري دي ولا ايه؟ العب يا مستر بتاع البوري. اطلع بقى بالراحة بالراحة بالراحة. لو كده ترفع بس. الله ينور عليك. صلاة النبي يا مستر. ايه الحلاوه دي يا مستر؟ حلاوتك وحلاوه البوري الجميل. ماشي يا مستر. احلى لايك يا جماعه للمستر امير ابن خالي وخلايالي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. على عياشتك بقى الجميله. شوفوا يا جماعه الصيادين عاملين ازاي. انه ادمان صيد السمك يا شباب. إدمان صيد السمك. اطلع بقى بيه بس اوعى تكسر العوق. الله ينور عليك. هتكسر والله العوق. انزل يا ابني بيه. الله ينور. ان شاء الله هي كده. الله ينور. نص كيلو دي ولا ايه؟ احنا بنتكلم في كده. بسم الله ما شاء الله. الصلاة على النبي. بولتي برضه. الله ينور يا ابو يحيى. على مهلك على مهلك، مش مستعجلين. في واحد ان شاء الله مقوس اهو، ده نزل يجيبها. صداع ضيعها له. يلا بينا. بص بص في واحد هناك. عشان ملطوشه يفتح اهو. صل على النبي. ما تستناش تاني. سهله سهله. انت اديك البوري ولا بولتي؟ هنشوفوها المره الجايه. نجيب لك اللقافه؟ تعالى ورا. اه تاخد اللقافه دي؟ خليك خلاص جاب. العيش جامع بور ما شاء الله عليه. فيها بتاع كيلو.
دي نهاية الفيديو يا شباب، مش حابب اطول عليكم. تحياتي ليكم من مزرعة مصر صباح، كان معاكم اخوكم سامح الخالقة، قناة منوعات رحالة. تنساش طبعا تدعم لنا الفيديو بلايك عشان ينتشر ان شاء الله، وتشرفنا بالاشتراك حتى يصلك منا كل جديد. تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. الجو النهارده مننا.